جميع التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، شكرا للزميل سالم الحبسي، يسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم اجمل واطيب تحيه من ارضيه ميدان الوثبه، عاصمه الميادين، عاصمه الملايين، مع انطلاق المهرجان الختامي السنوي لهذا اليوم سن الحجائج شوط الانتاج والمنتجين، حيث من تتابعون هذه الانطلاقات عبر قناه ياس الرياضيه، من تتابع هذه الانطلاقات ينطلق بحفظ من الله ورعايته. شوطنا الاول، شوط الانتاج والمنتجين للقعدان لسن الحجائج، 4 كيلومتر رحله هذه الاشواط لهذا اليوم. مقدمة الشوط مباشرة اللي في المركز الأول، من يتقدم الشبل أحمد بن راشد بن فالح بن سيف الشامسي، من يقدم لنا الشبل بإنتاجه في مقدمة هذا الشوط. الرمادي مع المركز الثاني، تعود الملكية لسعيد بن سهيل بن هاشل العامري، من يقدم لنا الرمادي مع المركز الثاني. ثالث المراكز، رصاد تعود الملكية خليفة بن سالم بن ضبيع الكتبي، من قدم لنا رصاد في شوطنا الماضي، يقدم لنا رصاد مع الانتاج بالفعل لانتاج رصاد مع المركز الثالث. رابع المراكز، درب سعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري، من يقدم هذا الاسم يحتل المركز الرابع. اللي في المركز الخامس تدخل في هذه اللحظات وتقدم مشاهدينا الكرام، ارى اللي هو الصاروخ خميس بن عبيد بن سالم الراشدي، من يحتل المركز الخامس. المركز السادس القادم الواصل، هناك حبيب لخليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي، يقدم لنا حبيب مع المركز السادس. سابع المراكز، أسماء تتقدم، المهندس علي بن سعيد بن مصبح المنصوري، من يقدم لنا المهندس. ثامن المراكز، يتقدم سنيار تعود الملكية لراشد بن سيف بن علي بالضحاك الشامسي. وتاسع المراكز، الأبيض محمد بن طحنون بن جابر الجبران المري. أما اللي في المركز العاشر ينطلق مباشرة وياتي عديم تعود الملكية، من يقدم لنا عديم هنا عامر بن مصبح بن عامر بن حويري بن المنصوري. هكذا النداء الاول للانطلاق الاول، القدوم هنا اسامي تتقدم، شعارات تنضم لعالم هذه الاذاعه. الشوط الرئيسي غير، فوز وناموس، وانتصار ناموسين في شوط الانتاج والمنتجين. مقدمة الشوط والمركز الاول الرمادي، يتقدم الرمادي، ينطلق الرمادي في مقدمة هذا الشوط. سعيد بن سهيل بن هاشل العامري يقدم لنا الرمادي مع المقدمة والبداية. المركز الثاني، ينطلق مباشرة الشبل، احمد بن راشد بن فالح الشامسي يقدم الشبل. المركز الثالث ينطلق في هذه اللحظات وياتينا، هناك اللي هو يصل الصاروخ خميس بن عبيد بن سالم الراشدي، ولكن من اللي وصل سنيار راشد بن سيف الضحاك الشامسي، يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس القادم الواصل في هذه اللحظات عديم، عامر بن مصبح بن حوير بن المنصوري يقدم هذا الاسم. نشوان اول اذاعه لك يا بن نايلي سيف بن سالم بن نايلي الشامسي. ومن الجانب الاخر بدا ينطلق مباشره وياتينا مشاهدينا الكرام، ينطلق في هذا الشوط اللي هو درب سعيد بن حمد بن طفله المري. هكذا الاسماء، هكذا الشعارات، ولكن البدايه وين؟ اقتربنا مع منطقه الاعلام. الناموس ناموسين، الانتاج والمنتجين في عاصمه الملايين في ختام الوثبه. مقدمه الشوط سنيار في المقدمه اللي هو ما سلم، الرمادي الرمادي الرمادي، ولكن اللي قادم اللي واصل الصاروخ، بدا يتقدم الصاروخ، ينطلق الصاروخ والسنيار مع المركز الثالث. ومن الجانب الاخر اللي هو درب يبيله درب، هناك يقدم ابن طفله المري، ولكن وين المقدمه؟ الرمادي الرمادي شيء عادي، روح وانطلق يا ابن هاشل هنا مع مقدمه الشوط يا ابو صالح. هنا مشاهدينا الكرام، الطوقي عيسى الطوقي من يتابع الانطلاق.
الانطلاق عيسى بن سالم الطوقي. اسعد الله صباحك يا ابو صالح يرافق هذا الشعار في شوط الانتاج والمنتجين الشوط الرئيسي. بن هاشل نقولها الزاخر مع الانتاج الفاخر. سلام بن هاشل سلام او الطويه اهل الطويه بالفعل صب عليهم بالخير. مشكور يا ابو صالح. عيسى بن سالم الطوقي من يرافق الشعار في عمليه التضمير والتدريب. سلام سعيد بن سهيل بن هاشل العامري من تابع لنا هذا الانطلاق وقدم الشعار. المركز الثاني ثاني المراكز يا مشاهدين الكرام درب سعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري. المركز الثالث من اتى مع المركز الثالث شاهين غدير بن سعيد بن غدير الكتبي. ورابع المراكز نشوف اللي في المركز الرابع هناك اللي هو الصاروخ خميس بن عبيد بن سالم الراشدي. اما المركز الخامس سنيار راشد بن سيف بن علي بن ضحاك الشامسي. ولكن ناموس هذا الشوط مع الرمادي سعيد بن سهيل بن هاشل العامري. سلام ابو صالح عيسى بن سالم الطوقي من رافقه في الشعار في عمليه التضمير والتدريب. نذهب الى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام قاطع المسافه 5 دقائق 53 ثانيه 5 من الاجزاء ويسجل التوقيت الافضل التوقيت الممتاز في هذا الصباح تحت اقدام الرمادي سعيد بن سهيل بن هاشل العامري. ثاني المراكز 5 دقائق 53 ثانية 9 من الاجزاء من احتل مع المركز الثاني. ثاني المراكز هناك درب سعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث وصل في ثالث المراكز 5 دقائق 54 ثانية جزئين من الثانية اللي هو بران محمد بن مطر بن حويرب المنصوري. هكذا النتيجة تهانينا. المركز الثالث المركز الثالث او 28 الصاروخ خميس بن عبيد بن سالم. هناك غدير بن سعيد الاكتبي من حل مع المركز الثالث. شاهين الغدير بن سعيد بن غدير الاكتبي مع المركز الثالث يحمل رقم 26 بالفعل تهانينا والناموس لك يا مالك شاهين غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي مع